اهلا وسهلا استاذ زايد، تفضل تفضل. لا والله هلا، حي. كيف الحال؟ اسف ما اسلم عليك، ما انت موجود عندي ولا في اي دائره من دوائري الشخصيه. اهلا اهلا. يلا حيي. هلا والله. يلا حيي. شلونك حبيب قلبي؟ ولو اني زعلان عليك ترى تجي البلد ولا تتكلم ولا تسال. معلش حاك علي، انا عارف ان انا مقصر معاك. ترى خالتي اليوم عزمتك. والله بسويها مرقوق. زايد جوبل او جوبل بلس، شاب اجتماعي بتميز بعلاقاته الاجتماعية الكتيرة وبيعرف كل الناس، بربط هذا بهاد وممكن يعرف أصحابك من أيام الطفولة. لهالسبب انضم لشركة كليك سنة ال... لحظة، مش هاد سيف بوك؟ هو احنا خربطنا ولا ايش؟ لا صح، هم نفس الشيء. هو زايد جوبل من يوم ما فات شركة كليك وهو حاط راسه براس سيف بوك. والله حسب مؤهلاته الوظيفية أكتر وظيفة بتلبق له هو حارس مقبرة. أهلاً أستاذ زايد. زايد شوف، أنا حسب السيفي اللي عندي أنه فعلاً عندك مؤهلات جيدة واجتماعياً أنت اجتماعي لكن بحدود، وهذا كويس، زائد أنك بتصنف علاقاتك حسب أهميتها وهذا بيعطيك تميز لإلك أنت بالذات. أشكرك والله يا مستر لينكي، وأتمنى أني أكون عند حسن ظنك. أنا زايد كان عنده اقتراحات بالنسبة لموظفين الشركة وكان عايز اقترحها على حضرتك، يعني لو حضرتك عندك وقت. طبعا، تفضل اقترح اللي بتحبه.